شوف جنة الحواسيب هي هذه. تعال السي عبد الكريم نوريك اليوم انني جبت ليك. شوف تقريبا نفس الموديل. الشيء الوحيد والله الفرق الوحيد اللي كاين هو ديال الجينيراسيون، هو ديال الجيل. اش من جيل؟ فانت هنا غير ما بغيتيش دير البيسي جبت ليك هنا من كل فنين طرب، من كل جيل جبت ليك منه بيسي بثمن ما كاينش في المغرب مره، وبغارانتي ما كاينش في المغرب مره. شوف السي عبد الكريم اليوم هنا الناس ديال الطاكسي اللي غادي يتبرعوا معنا، بزاف ديال الناس عندهم واحد التخوف كبير من هذا الطاكسي هذا، ولكن عندهم شعار تنضمنوا لك هذا الطاكسي، تنضمنوا لك هذه الشاشه الجميله 30 يوم ديال الضمان. شوف الا كان فيها غرام ديال المشكل سيمانه غيبان لك، 15 يوم غيبان لك، انت هنا 30 يوم كامل مكمول بالساعه وبالدقائق ديال الغارانتي. السي عبد الكريم اليوم جبت ليك ثلاثه الموديلات لنفس الشركه. غنبداو من الصغير حتى للكبير. عندك هنا ايسان اكسيزيان 8 جيجا في الرام 256 14 بوس طاكسي من شركه دي. عندك هنا الاخ ديالو الكبير ايسان ساتيان، شد معايا الحساب، ايسان اكسيزيان ايسان ساتيان حتى هو 8256 اس اس دي. وعندك هنا المعلم العملاق ايسان 8 جينيراسيون حتى هو 8 جيجا في الرام 256 اس اس دي. فانت هنا السي عبد الكريم جبت ليك هنا حواسيب من شركة اش بي 14 بوس ب 8 جيجا في الرام دي دي ار 4 ديل 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 عفوا الاخوان 14 بوس ب 8 جيجا في الرام دي دي ار 4 ب 256 اس اس دي ايسان كاملين طاكسيل. ولكن انا جبت لك ثلاثه ديال الموديلات، عندك السيزيام والساتيام والويتيام باثمنه مختلفه. فانت هنا باغي دير بي سي ما عندك حتى عوضه، قول لي انا باغي الكونفيغراسيون الفلانيه ولا هذه ولا عندك هنا كل شيء. فالسي عبد الكريم دابا بالنسبه للاثمنه عندنا هذا الايسان سيزيام 8 جيجا في الرام 256 طاكسيل 14 بوس فقط ب 2400 درهم، 2400 درهم ناقص عليك هنا ازيد من 600 درهم على الصوره. بالنسبه للساتيام عندك هنا ايسان ساتيام 8 جيجا في الرام 256 14 بوس حتى هو طاكسيل، الثمن ديالو تيبقى فقط 2750 درهم. غنجيو دابا هنا السي عبد الكريم غنزيدو 250 درهم وحده اخرى. هذا الاخوان كما قلنا ايسان ويتيام حتى هو بالبصمه ديال 14 بوس طاكسي لكل شيء، هو هذا حسب الاخوان النقاء من النقاء اللهم بارك لاتيتود 54 90 14 بوس هو هذا، تيبقى الاخوان فقط ب 3000 درهم. هادو كاملين الاخوان عندنا فيهم واحد الكميه لا باس بها بالشارجور ديالو كومبلي اوريجينال ومن طبيعه الحال مع شهر ديال الكارانتي. الاخوان حنا كاينين في قناه جوهره سيدي مومن الدار البيضاء، اللي تيجي لهنا الدراري غيطلعوا فيك ديالو الصح، غتمشي مرتاح، بغيت انا نصيفطو ليك فين ما كنتي في المغرب، ايضا ما كاينش راه المشكل سواء كنتي في الباديه ولا كنتي في المدينه ولا فين ما كنتي، شمال جنوب الشرق الغرب غادي نوصلوا لك البيسي ديالك في يعني صحه وعافيه. تحيه لكم وتبارك الله عليكم.